ما لاقيش باش نعيشو في بلادنا. بلادنا عطاو على البراني، عطاو على اللي لاباس عليه، وحنا الدراويش نموتو. زيد مشيت ناخذ السيطر، لقيتو زادو فيه عاوتاني جوج دراهم. السيطر ديال الزيت وليت كندوز بيه 10 ايام، ما بقيت لا كنقلي لا كنطيب لا كناكل كعباد الله. علاش يزيدوا علينا في الماكل؟ بغيتي تزيد في السعر، تزيد في السكر والزيت والدقيق وداك الشيء، زيد عباد الله في الخلصه. عطينا حنا منين نعيشوا؟ ولا الدرويش يموت دوزوا عليه في الصباط، ولا حنا دايرين كرجرتو وما لقاتينا، كل شيء هربان منا. حرام عليهم، الله ياخذ فيهم الحق هذه الليله. هذا الشيء اللي غنقول، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، حسبي الله ونعم. صرخة هذه المرأة هي صرخة أكثر من 8 ملايين مغربي ضحايا ارتفاع الأسعار، النتيجة الحتمية للسياسة المجحفة وغير المسؤولة لنظام المخزن. قرارات مخزنية عمقت من المعاناة المعيشية اليومية للمغاربة في ظل أداء حكومي يعكس غيابها وعجزها في التعاطي مع تداعيات الوضع الاجتماعي المتفجر. كتم ديك 44 الف ريال اللي كيعطيو الشيفور الطاكسي في مين هو ديك شدها الشيفور؟ وما كيشدهاش الشيفور، تيديها مول طوموبيل الشيفور ضرب ثمنها فابور. هادشي اللي كاين. ما بغيتيش غيبدل. ما بغيتيش يجري عليك، صافي هادشي اللي كاين. كان الشيفور الله يحسن العوان كيدي في الروسيطه ديالو واحد المصاريف، وكتبقى له ديك 100 درهم ولا 120 درهم، ولا دابا المازوت كيقسم معاه ديك الكميله. ولا تبقى ليه 50 درهم ولا 60 درهم. كلشي غلاو، كلشي زادوا فيه، ما بقيناش لاقين ما ناكلوا، اش غنبيع ولادنا؟ وما قعدنا على الحمنا هو اللي نبيعوا، كلشي تباع، انت دور الدار كلها فراشه بعتو، هاد الشهر قسما بالله ما عنديش باش نخلصو، غتقول لي مولا الدار غادي فلوس الكرا، ولا خرجي غنقول لها ما نخرجش، راه من حقها تاخذ كراها، من حقها، يديروا معنا حل، يديروا معنا حل، ضيعونا الله ياخذ فيهم الحق، كيما عذبونا الله يعذبهم، شردونا، شردونا خوتي تشردنا ولادنا دا. بنتي ما بقيتش قادره نتحكم فيها، ولدي ما عارفه واش ميت ولا حي. جشع وتهور الطبقة الحاكمة وتفنن نظام المخزن وإتقانه لسياسة إفقار الشعب المغلوب على أمره فجر عدة جبهات رافضة ومنددة لهذا النظام المستبد الذي عاث في البلاد فساده. الناس راهي والله إلا وصلت فيها العظم، وهذو المغاربة نحن كاملين الحمد لله مغاربة، والله إلا حمالين أسية وصبارين صبر أيوب، ولكن كما كتقول أم كلثوم للصبر حدود. ملي كنشوف هاد الزيادات الصاروخية في مجتمع فيه 8 مليون ديال المواطنين تحت خط الفقر، راه كنستغربوا وكندقوا ناقوس الخطر وكنقولوا للحكومة رأفة. الممارسات الفاضحة واللا مسؤولة في المملكة لا تزال تثير غضب وسخط الشعب المغربي الذي أكد ويؤكد في كل مرة عزمه على مواصلة معركته ضد هذا النظام الجائر إلى غاية تحقيق كل مطالبه المشروعة.